بدأت مملكة البحرين بتطعيم الفئات العمرية التي تتراوح بين 3 و11 عاما بجرعتين من لقاح سينوفارم بعد أن أقره الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وموافقة اللجنة التنسيقية. الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بدأ الفريق الوطني الطبي بتطعيم الأطفال من الفئة العمرية من 3 سنوات إلى 11 سنة بجرعتين من لقاح سينوفارم، ما يساهم في الحد من انتشار الفيروس بين الأطفال. من منطلق تغطية جميع الفئات العمرية في المجتمع لتحقيق المناعة المجتمعية ولرفع معدل المناعة ضد فيروس كورونا للسيطرة على هذه الجائحة، تم مؤخراً التصريح الطارئ للقاح كوفيد-19 من شركة سينوفارم، وذلك لحماية الفئة العمرية من 3 إلى 11 عام بعد أن تم إجراء التجارب السريرية على هذه الفئة العمرية للفئات الأكثر عرضة لمخاطر الأمراض، أثبت اللقاح الفاعلية والمأمونية وهما أهم عاملان للتأكد من سلامة أطفالنا وحمايتهم كفئة في هذا المجتمع. فبعد حماية جميع الفئات العمرية وأخذهم للجرعات المنشطة، الآن التوصية والتوجه أيضاً لحماية هذه الفئة العمرية لأنها معرضة للإصابة، وبالتالي حمايتهم مهمة في هذه المرحلة. تم التصريح لاستخدامه لجميع الأطفال وليس لفئات خاصة فقط من 3 إلى 11 عام. رأينا الإقبال كبير من الناس. طبعا في البداية أول ما عرفوا عن التسجيل الكل كان مسجل عن طريق مجتمع واعي، وبالتالي بدأوا يتوافدون على أخذ اللقاح، ورأينا جميع الفئات العمرية مقبلين وعندهم الشجاعة لأخذ اللقاح. هذا القرار والذي دخل حيز التنفيذ شجع الكثير من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم لتلقي اللقاح، لما له من دور كبير في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر اكتساب المناعة ضد الفيروس. التطعيم أنه يفتحونه حق الأطفال لأنه راح يحقق يعني مناعة مجتمعية كاملة. فسجلت من أول ما قالوا أنه في تطعيم من سن 3 سنوات إلى 11 سنة، فالحمد لله من أول ما فتحوا جبت عيالي طعام. تطعيم الأطفال ضروري وحماية حقنا وحق المجتمع، لأن إذا ما انتقلت العدوى من الكبير يمكن تنتقل من الصغير. فالأفضل أن نبادر إحنا تسجيل عيوننا. أنا طبعا أول ما ياني قرار أن افتحوا التسجيل على طول تسجلت عيالي، وياني المسج في نفس الوقت، يعني تقدر تختارين أنت الموعد حاليا. حماس وشجاعة من الأطفال لتلقي اللقاح نابع من إيمانهم العميق بأهمية التطعيم، والذي يصب في صالح الجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. تعالي تطعموا الإبرة ما تعور عادي. أمبالي أصدقائي يشوفوني تربت إبرة الإبرة ما تعور. إلى ذلك، فإن التسجيل لتلقي اللقاح يتطلب موافقة ولي الأمر مع وجود مرافق مع الطفل عند تلقي التطعيم. خطوات حثيثة وجهود متواصلة يعمل عليها الفريق الوطني الطبي لمواجهة فيروس كورونا وتحقيق المناعة المجتمعية لمختلف الأعمار، والدفع بأولياء الأمور لتطعيم هذه الفئة العمرية والتي فتح لها المجال لتحصل على التطعيم وتكون بمأمن من الإصابة بفيروس كورونا. خولة الجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.